حرب لا تلبث أن تهدأ حتى تشتعل من جديد. الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في مواجهات جنوب مأرب، وقصف مدفعي متبادل في جبهة رغوان والكسارة غرب المدينة. قتلى وجرحى من مسلحين قبليين حاولوا قطع الخط الدولي في مأرب، وإصابة 4 من أفراد الجيش. والعدو تلقى ضربات، يعني ضربات قاسية، هلكت مدرعاته وهلكت أفراده وهلكت زنابيله وهلكت يعني كل ما يملك. فالحمد لله، فالسحاري هذه كانت مقبرة لله. يعني كل شبر دفع عليه يعني أضراب أخذها. تعقيدات المشهد اليمني على الصعود السياسية والأمنية بالتزامن مع غليان الشارع في عدن احتجاجا على الوضع الاقتصادي وتردي الخدمات الأساسية. تم تشكيل مجلس رئاسي، لكن لا توجد دولة للمجلس الرئاسي الذي يفترض أن يحكم البلد. يقولون هنا إنه لا شيء سينهي هذه الأزمات سوى وقف الحرب في البلاد والدخول في عملية سلام دائم، وهو حل يراه اليمنيون بعيدا. حالة من عدم الثبات تطبع المشهد السياسي في البلاد وسرعة تغيراته وتقلباته، وتعود تعقيدات المشهد الحالي بحسب مراقبين إلى تداخل أبعاده وتقاطع المصالح الداخلية والخارجية. عمر المقرمي، العربي، مأرب.